كشف الإعلامي محمد شبانة عن تواصل نادي الزمالك مع وكيل أعمال اللاعب الجزائري زين الدين بالعيد لاعب نادي اتحاد العاصمة للاستفسار عن موقف اللاعب قبل الدخول في مفاوضات معه. قال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي FM أن رد وكيل اللاعب لنادي الزمالك بأن اللاعب يفضل حاليا الانتقال إلى النادي الأهلي، خاصة وأن الطرفين في مفاوضات متقدمة شرفت على الانتهاء. وأتم شبانه بأن بالعيد وقع للنادي الأهلي انتظارا لما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين.